صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أحسن التفاسير التي تنصحون بها طالب العلم؟ تفاسير كثيرة ولله الحمد، ومن أحسنها تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه من أحسن التفاسير وأسلمها. هناك تفاسير كثيرة لكن قد لا تخلو من أخطاء، خصوصا في مسائل الأسماء والصفات. نعم.